اختن ومشوا اخ وعكس بعض بيعيشوا فاكر الصور اللي انت صورها عمك عندي في الهنجر وانتم متعلقين معايا تحت؟ فاكرها؟ فاكرها. ده ايه الغرب ده يا ربي؟ الهي يا رب اشوف رطبك على اشوف مدريد. طلباتك طلبين. الطلب الاول تاخد نسخه من الصور دي وتعلقها في اوضه المحروس ميشو. وتقول له دي اهداء من عمك شيكو. الطلب الثاني انا دفعت فيه كالة 30,000 جنيه وانت ما تسواش عند تاد تعريفها. الفلوس دي تلزمني انا عاوزها. طب لو رفضت يا شيكو مدريد عادي جدا ولا يكون عندك فكر. البوسترات دي هتتلزق على جدران المدرسه وتتفرق على كل الموجودين في المدرسه. وجنبها السي في صغير بيحكي تاريخ العيلة المشرف.
تخيل بقى لما الناظر بتاعك ده يشوف الصور دي، انت وعمك متعلقين عندي في الهنجر، والتلامذة كمان يشوفوها. تريك تريك ليلى المشرف. خلاص يا شيكو، اقسطهم لك على 10 سنين كاش يالا. خلاص اقسطهم لك كاش على 10 سنين. انت هتشتغلني؟ ما ايه يعني يا شيكو، يعني اللي اسرقهم لك يعني؟ مش جديد عليكوا يا اخويا، تعمل زي ابوك واخوك، قال له هتبقى حرامي مثقف بتاع دراسات اجتماعية. ماشي ماشي، اقعد اضحك اقعد اضحك. انت يا شيكو بتحط لي انت دلوقتي العقدة في المنشار. بس يكون في معلومك، انت لسه ما تعرفش فطين سيد حسان ممكن يعمل ايه. هتعمل ايه يا عليك؟ هدعي عليك ليل ونهار يا شيكو. لا يا رب اشوفهم متعلق يا رب، ربنا ينتهي منك. علق الصورة دي فين يا فطين؟ في اي حتة يا عم ستيشن. انت فرحان؟ اصلها اول مرة تطلع لي صورة وهتتعلق كمان. وهتتعلق كمان؟ ايه السعادة البالغة اللي انت فيها دي؟ الصور دي اللي ممكن تتعلق في اوضة ميشو، ده كان يبقى احنا احنا الاتنين. احنا التلاتة اهو. عشان كده يا فطين الصور دي مش لازم تتعلق. وبعدين يا سيدي ما تعلقتش، اللي اسمه شيكو مدريد ده هيعرف منين؟ طبعا، وانت خاسس عليك حاجة؟ ما انا اللي هتفضح في المدرسة مش انت يا استاذ بونبوني. وبعدين هو شيكو مدريد دوان بتخفى عليه اي حاجه؟ ده ممكن الحيطان تروح تقول له. وبعدين انا اتقندلت وقلت له هعلقها، فمش هكذب عليه. ما بكذبش انا بقى. ما صحش برضو يا فطين، الصور دي لو اتعلقت سمعتنا كمجرمين تتضرب في السوق. وبعدين ده احنا نروح للي اسمه شيكو مدريد ده ناكله بسناننا. ناكله بسناننا؟ واحنا رحنا له المره اللي فاتت من غير سنان، ما كانت سناننا في بقنا وعلقنا. بص بقى بونبوني، لو رحنا له تاني هيعلقنا تاني وهيصورنا فيديو وهتبقى فضحتنا بجلال وهيوزعها الفضائيات كلها. علقها وانت ساكت يا بونبوني، علقها وانت ساكت. ها سيبني بقى قاعد افكر في المصيبة التانية اللي طالبها مني دي. مصيبة ايه يا استاذ فطين؟ 30,000 جنيه. ايوه يا عمي، شفت بقى المصيبة؟ يعني هو انا دلوقتي لو كان معايا 30,000 جنيه مش كان زمان اتجوزت لمياء خطيبتي؟ اللي من حق هي فين؟ اوعى تكون قلت لها. لا ولا اقدر يا عمي، ده اذا كان رميت لي الدبله في وشي لما رفضت ادي دروس خصوصيه. امال بقى لو قلت لها انا عايز 30,000 جنيه هتعمل فيا ايه يا عمي؟ ده ايه الغلب ده يا ربي؟ ما تقلقش، خلي موضوع الفلوس ده عليا انا. بجد يا عمي؟ بس هتعمل ايه بس؟ ما انا عارف الظروف. ما تقلقش يا سيدي، انا اعرف اتعامل مع الموقف، بس سيبني افكر. اه يا عمي، وانا كمان عايز اقعد افكر هقول ايه لميش اخويا لما يدخل اوضته يلاقي الصور متعلقه. الو مستر الدرادو رايت المصري. مستر ألدرادو، ميشو الآن في طريقه إلى القاهرة. Thank you for calling. الحمد لله على السلامة يا جاي من السفر. والله العظيم وحشتني جدا. ربنا يخليك يا رب. الله يسلمك يا بونبوني، وانت والله العظيم ما وحشتنيش خالص. عيش الله يحفظك. طمني بقى، المصلحه بتاعت لبنان قضيت؟ مش ميشو اللي تسأل السؤال ده بونبوني، قضيت طبعا. تمام، عفوا يا برنس. ها هتفسحني بقى ولا تقولي تعبان وجاي هلكل وجو الفكسان ده؟ لا والله يا بونبوني، انت هتروح على بال ما اروح اسلم الامانه واشعر على ناس. ماشي يا عم الله يسهله. لا قول لي،
انا اسمع ان لبنان فيها حاجات تجنن. اخر حاجه يا بونبوني، اخر حاجه. جبت لي ايه بقى معاك يا برنس من لبنان؟ جبت لك يا معلم لبان. لبان؟ بص حلوه، حاجه طلع فيها غيظي. يا ميش وقفت ليه؟ باكل لبان في الشنطه بس اللي ورا. ايوه انزل اجيبه يعني. انزل الحال. اوبا فين بقى حطه؟ فين؟ سلام يا بوني. يا ميشو ما انا قلت لك النهارده مش يومك يا باشا. اهلا اهلا يا ميشو. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا فريد باشا، شكلك مقطعهم. لا لا بس مش زيك. كلام زي ذهب ولا ماس يا باشا؟ ماس يا ميشو. بعدين كله عشان خاطر الجنابه اليتامى. يا سلام. طيب ما تكمل الجيم يا باشا. طب اقعد بس اشرب حاجه الاول. اهلا معلش وقت تاني بقى. طيب يا ميشو الف الحمد لله على السلامه. يا باشا سلام يا باشا. خليك على طول على اتصال بيه. ها على باشا. يلا مع السلامه. بجد؟ لا انت بتهزري. معقوله؟ ها وبعدين ايه اللي حصل؟ ساره؟ ميشو. طب هكلمك بعدين، باي باي. ازيك يا ساره؟ ازيك يا ميشو. ايه؟ انت ايه اللي مقعدك كده؟ لا مفيش، مستنيه واحده صاحبتي وهنروح الكافيه. صاحبتك اللي هي بتاعت كل مره دي. اللي ما بتجيش خالص. اتاخرت عليكي. مش هو احنا كان في بينا ميعاد اصلا؟ وحشتك قوي صح؟ ميشو على فكره بقى ساره، انت كمان وحشتيني. بس مش قوي يعني. لا بتكلم بجد، انت كنت فين اليومين اللي فاتوا دول؟ من قلت لك يا ساره كان عندي يعني حصه، بس حصه صعبه شويه. حصه ايه بقى؟ نعم؟ حصه ايه اللي صعبه اللي كانت عندك دي؟ ما كانت حصه في ال مش مهم يا ساره، المهم انت عملت ايه بقى في غيابي؟ ما عملتش حاجه. ياه ده كتير قوي. اكيد شربت برتقال صح؟ شربت برتقال. طب والاناناس؟ ماله الاناناس؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك فاطين سيد حسان، مدرس الدراسات ومعزوم على العشاء. اتفضل يا فندم. شكرا. دستور. اتفضل. اتفضل. ألف شكر يا فندم. اتفضل تحت أمرك. شكرا يا فندم. وادي قاعدة يا مهووووو. جيت متخلص ولا ايه؟ انصرف انصرف انصرف. يا ساتر. ازيك يا مستر؟ اهلا وسهلا حضرتك. ايه يا عم انت خايف ولا ايه؟ امال دودي عمال يحكي لي على بطولاتك وشجاعاتك، ايه يا عم الضايع انت؟ حضرتك دودي قال كده؟ قال كده. يبقى صادق حضرتك، صادق. دودي عمره ما يكذب. امال هو فين؟ اتفضل استريح وانا هنديهولك. مش متشكر. ايه ده؟ لا. ده مين ده كمان؟ يا ربي. انت فاطين سيد حسان، مدرس الدراسات ومعزوم على العشاء. طب ومالك قافش كده ليه؟ وايه اللي انت عامله في شعرك ده؟ هو انت جايب شعرك على جنب عشان العربيات تعدي؟ يلا فك كده. ايه جايب شعرك على جنب عشان العربيات دي؟ وبعدين افك ايه حضرتك؟ فك من اللي انت فيه. ارقص هبطة. لا ارقص ايه حضرتك؟ حضرتك انا فاطين سيد حسان مدرس الدراسات. عرفنا يا سيدي، ومعزوم على العشاء، بس الرقص ملهوش علاقة. هبطة هبطة ايه بس حضرتك يعني؟ طب استنى بس استنى. شوف دي ايه؟ هتتخانق ولا ايه؟ لا هتخانق ايه؟ ثواني كده خليك معانا. ده ايه البيت ده يا رب؟ يا دودي دودي ايه بس؟ اللي هو عاد بطرس. ارقص ايه حضرتك؟ مش هينفع. طب حضرتك لحظه حضرتك ساكن هنا في الفيلا دي؟ يا سيدي انا فادي حسين المرشدي. ارقص بقى. هوبا مش هينفع. طب لحظه اقف على بعضك كده. اول لحظه اقف حضرتك. بص
حضرتك هو اي حد يتعزم عندكم هنا على العشاء لازم يرقص طبعا، وخلي بالك لو ما رقصتش مفيش عشاء. لو ما رقصتش مفيش عشاء. وضاعت عليك يا فطين وجبه العشاء. يلا امر الله بقى ارجع البصاره بتاعت عم انس. انت فين بس يا دودي؟ اهلا اهلا وسهلا مستر فطين. مفيش فايده فيك ابدا، بتقعد شقاوه على طول. اهلا وسهلا يا فندم. ازاي حضرتك مستر فطين؟ دودي دودي حبيبي. انت فين يا دودي؟ فينك؟ انا الحمد لله دودي لغايه دلوقتي كويس. ده لازم رانا وفادي عكسوك. معلش يا مستر فطين، هم اصلا بيحبوا الهزار قوي. الحمد لله ما حصلش حاجه، يعني حصل خير. العشاء جاهز يا فندم. ايه ده، هو في عشاء؟ طبعا. ومن غير رأس؟ طبعا من غير رأس. اتفضل اتفضل يا مستر. زي ما انت، انا تقريبا عايش لوحدي انا ورانا ودودي وفادي من بعد وفاة المرحومة امهم. تقريبا انا ما بقعدش معاهم فترة طويلة لان انا مشغول في عملي. هي الطبيعة كده. عموما انا متشكر جدا على ان انت غيرت من سلوك دودي، شايف ان هو بقى منظم وتفكيره بقى متحضر اكتر. سلوك. اتفضل يا فندم. ربنا يخليك. الفضل طبعا بيرجع لسيادتك. يا فندم والله الفضل لله، وبعدين يا حسين بيه ده دوري وواجبي كمعلم. عشان كده انا بتجرأ وعاوز اطلب منك طلب، ارجو ان انت ما تكسفنيش فيه. محتاج فلوس ولا حاجه؟ فلوس يا مستر الحمد لله ربنا ساترها. أنا بصراحة طالب منك إن أنت تدي درس خصوصي لرانا وفادي. أنا؟ أنا عارف إن أنت رافض مبدأ الدروس الخصوصية. دودي مفهمني على كل حاجة. بصراحة أنا مش الموضوع ده بالظبط. هما تقريبا بياخدوا دروس في كل المواد. أنا عاوزك عشان حاجة تانية خالص. عاوزك بصفة أخ تحاول إن أنت تصاحبهم وتقوي من سلوكهم. يعني تعمل زي ما انت عملت مع دودي كده. يعني حضرتك تقصد اني اكون دكتور نفساني ليهم يعني. طبعا، وانا تحت امرك في المبلغ اللي انت تطلبه، وانا يعني بديك ده كده تحت الحساب. يا نهار احوس، ايه ده كتير قوي. لا 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 لا، ده انا خاف امشي بيهم. لا كتير. لا ابدا مش كتير على مربي فاضل زيك. ها تحب تبدا من امتى بقى؟ من دلوقتي لو حبيت حضرتك. لا لا، خليها من اول الاسبوع عشان انت تكون نظمت نفسك وهم كمان يعملوا حسابهم. خلاص يا فندم، من اول الاسبوع من النجمه هكون موجود. مش قوي كده. خلاص يا فندم، من بعد العشاء يعني نتعشى سوا زي النهارده كده، وبعدين نبقى ندي الدرس. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ها اشوفك بكره. اوكي كلمني بعد المدرسه. مدرسه؟ مدرسه ايه اللي انت بتشتغل فيها؟ تخيلي نسيت. ماشي سلام. بقول لك صحيح، زهقتي اتخنقتي عايزه تهرجي عايزه تضحكي؟ اقول ميشو. برافو عليكي. سلام. سلام. بقول لك صحيح، ها سلام. سلام. فؤاد باشا، مساء الفل. انا تمام يا باشا على فكره، انا بس كنت بوصل واحد حبيبي قوي كان متضايق شويه وكنت بخفف عنه. عارف يا ياد لو ما غرتش من قدامي دلوقتي هيحصل لك ايه؟ وانت من الخير يا باشا، ده حتى الجو برد قوي. سلام. عايز افهم ازاي تسمح للمجرم زي ده انه يوصلك لغايه البيت؟ قلت لك قبل كده ان دي حاله عندي وبدرسها. نعم، يعني ده مبرر انه حاله عندك؟ مش ناقص بعد كده غير انكم تخرجوا مع بعض. حصل، وده مش غلط على فكره. هو ايه اللي مش غلط؟ امال ايه غلط بقى من وجهه نظرك لما ده مش غلط؟ لو سمحت يا فؤاد، انا عارفه انا بعمل ايه كويس قوي. عاجبك؟ عاجبك كده يا طنط؟ مستنياكوا تهدوا عشان اعرف اتدخل. الله، ماما انا هاديه جدا. طب اقعد انت، اقعد انت يا فؤاد، اقعد. تعالي هنا. اتكلم يا فؤاد. انا لما وفيت حضره الضابط ساره اللي هي بتعمله ما كنتش متخيل ابدا انها تخرج مع مجرم زي ده وتدي له مواعيد كمان.
يا ماما احنا لازم نبقى اصحاب ولازم يبقى عنده ثقه فيا عشان لما صرحه ان انا ضابط شرطه يتاكد ان انا عايزه مصلحته. مش هو ده اللي احنا اتفقنا عليه؟ واضح ان كل واحد فيكم له وجهه نظر وعايز يثبتها للتاني، بس ما تنسوش انكم ولاد عم ومخطوبين كمان. مش رسمي. وانت رايك ايه يا دكتوره؟ انا رايي مجرد نظريات في كتب، يعني ممكن ينجح مع افراد وممكن يفشل. يعني الفرد نفسه هو اللي مسؤول عن نسبة الفشل ونسبة النجاح. طبعا لو هو مش عايز يتغير من جواه مش هتفلح معاه كل المحاولات اللي في الدنيا. وانا بقى متأكد ان اللي اسمه ميشو ده عمره ما هيبقى بني ادم كويس تاني، بس انا بقى متأكد ان انا هنجح معاه. ممكن نغير الموضوع بقى، نتكلم في اي حاجة تانية، نتكلم في خطوباتنا اللي عمالة تأجل من غير سبب دي. بعد ما خلص الرسالة يا فؤاد، لكن دلوقتي مش هينفع. كيه صار زي ما تحب. بعد اذنك يا طنط. غلط غلط يا ساره، فؤاد بيحبك، كان لازم تتفاهمي معاه بطريقه احسن من كده. انا خلاص يا ماما ما بقتش عارفه اتعامل معاه ازاي. خير يا باشا؟ في واد حرامي في المانيا اللي اسمه مشهور سيد حسان، شغلته مش محاول. تاخد البوكس وتروح تجيبهولي. امسك الورقه دي، فيها كل الاماكن اللي هتلاقي فيها. ايه يا باشا سعادتك مش ناوي تروح ولا ايه؟ لا انا هستناك هنا. خلي بالك الواد ده خطر، لو لقيتوا اي مقاومه اتعاملوا معاه فورا. تحت امرك يا باشا. عين عليك ابو السيد في البدله، بدر منور. صحيح القالب غالب. ميشو الحمد لله على السلامه يا حبيبي. سيد الف حمد لله. سلمك على السلامه. ايه ده، ايه الشياكه دي يا عم؟ بجد حلوه؟ حلوه قوي قوي قوي. انت هتتجوز ولا ايه؟ يوم الخير ان شاء الله. الف مبروك الف مبروك. الله يبارك فيك. سيد مش محتاج اي حاجه؟ لا كله تمام الحمد لله. انت هتتكسف مني، ده انا ابنك. يا ده اتكسف منك انت يا ميشو، شايلك العوزه. طب قول لي العروسه المره دي ايه نظامها؟ لا حلوه حلوه قوي 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 قوي، وفوق ده كله نايمه على شويه رزم حلوين قوي قوي قوي. قول لي عملت ايه في المصلحه بتاعتك؟ عيب يا سيد ما انت عارف. يلا مش عايز حاجه؟ لا بس هتحضر الفرح اوعى تنسى. حصل ظروفي بقى. ايه حصل ظروفك دي؟ لا لازم تحضر. ال انزل يا جميل على الساحه ولا بقى يا جميل انت. هكاكا ايه ده؟ مين اللي علق الصوره دي؟ ومين اللي عمل فيهم كده؟ شيكو بديد. شيكو مدريد وخطفني بطريقه مهينه من وسط الشارع واجبرني اني اصور مع ان الدستور وحقوق الانسان تمنع الاجبار. ومش كده وبس يا ميشو اخويا، لا ده جالي المدرسه وبكل بجاح هددني تهديد صريح اني اعلق الصور دي في اوضتك، يا اما يعلقها هو في المدرسه. وكمان طلب مني 30,000 جنيه اللي دفعهم في يد المعلم الششتاوي، وقال لي اني ما اسويش ثلاث ابيض. وانت عملت ايه؟ علقت الصور بس من غصب عني والله العظيم يا ميشو اخويا، ومع اني بكره العنف بس انت لازم بقى تاخد حقنا منه بقى يا ميشو، وبعد كده بقى توب. وانتوا كنتوا بتعملوا ايه؟ بتتفرجوا؟ ما انت عارف الكتره تغلب الشجاعه. وكمان الخطه كانت باللغه العربيه، فهمناها بعد ما اتقفشنا. ماشي يا شيكو ماشي، واضح ان غياب يومين خلاك تنسى، يبقى لازم افكرك. في ايه يا عدو الضابط خير؟ فين المشهور سيد حسان الشهير بيمشوا الحاوي؟ برضه مش ناوي تعترف؟ اعترف بيه يا فؤاد باشا. فيلة المانيال وعمارة الزمالك، ايه اللي حياتي تنسى؟
باشا صدقني انا ما اعرفش ستك بتتكلم عن ايه. عموما القضايا عندنا كتير وكلها ضد مجهول. تقريبا كده انا خلاص لقيت المجهول. فؤاد باشا، هو ليه سيادتك حاططني في دماغك او كده؟ فين الواد دحروج اللي انت هربته؟ يا باشا انا لا هربت حد ولا اعرف اي حاجه، ومين دحروج ده؟ ماشي انا هخليك تعترف ومزاجك. تاخدوا الواد ده وتطبقوا بصماته بكل القضايا اللي اتحفظت عندنا. امرك يا باشا. انا بشتبه في الواد ده. يا باشا انا هفضل محجوز هنا كده لحد ما يراجعوا كل القضايا دي. حظك بقى. وبعدين شغل المباحث الجنائيه عندنا دقيق وبياخد وقته. بس سيادتك عارف ومتاكد اني ماليش دعوه باي قضيه من القضايا دي. خلاص اعترف. خدوه قدامي. انت بس ايه اللي مزعلك دلوقتي؟ كل حاجة يا عمي، كل حاجة. عاجبك يعني تهديد شيكو ليا ولا قسوة قلب لمياء حبيبتي عليا ولا اخويا ميشو؟ اخويا ميشو اللي نفسي ومنى عيني ان يبقى كويس علشان ما يجيش البوليس ياخده من وسطنا واحنا واقفين نتفرج. ولا ابوك اللي بيتجوز ولا على باله اي حاجة؟ بس ولا يهمك، كل حاجة وليها حل. لمياء حبيبتك يا سيدي هتزعل لها شويتين وخلاص، واذا زاد الزعل حبتين نبقى اروح انا اصالحها واقرص لك ودنها. وبالنسبه لميشو بقى ما تقلقش، زي كل مره هيسالوه سؤالين ويسيبوه. طب وشيكو زفت مدريد ده؟ يا عم ده انا خايف اروح المدرسه لحسن الاقي صورتي متعلقه. ده ايه الغلب ده يا ربي؟ ما تخافش، انت لو علقه واجه. النهارده فرحي يا جدعان، انس عاوز كله يبقى تفاطين النهارده. واركب الحنطو واتحنطو. مالك يا بابا؟ واركب الحنطو واقعد قدام. مالك يا بابا؟ واتحطر هتجوز حاجة. بقول لكم ايه، دخلتي ليله الخميس والعروسه جايه بكره عشان تتعرف عليكم. عاوزكم بقى تنضفوا، كل واحد يخش الحمام يفضل يليف في نفسه قد يوم كامل، فاهمين؟ استعدوا يلا. هتجوز هتجوز واركب الحنطور. سنة سنة بركب الحنطور سيد واقعد سيد. قولي وامسس في ايه؟ قولي شيكو مدريد ده اللي بيهدد فطين وعايز ال 30,000 جنيه بتوعه، هتعمل معاه ايه؟ انس ولا فطين؟ نعم. اقول لكم انتوا الاثنين، انا مش عاوز حد تاني يخرجني عن الاحساس اللي انا فيه دلوقتي، فاهمين؟ يا بنت السلطان حلي على الغلبان، المايه في ايديكي وبصيد عطشان. سعيده يا حلوه سعيده يا اللي بلادك حس. واركب الحنطور واتحنطر هوبا. واركب هتجوز حلوه يا سعيد. صباح الخير يا باشا. صباح الخير، ايه الاخبار؟ زي ما سعادتك امرت يا باشا واسد شويه، ما نامش طول الليل. ما طلبش حاجه؟ بالعكس يا باشا، بس الواد ده غريب قوي يا باشا، برغم التعب الشديد اللي هو فيه والارهاق والاجهاد الا انه متماسك وواثق من نفسه قوي. بس ما تقلقش يا باشا، اكيد هيسلم. طب هاتهولي. يا ميشو مش طمني عليك، عامل ايه؟ زي الفل يا باشا، خدمة خمس نجوم.
ناوي تعترف يعني ولا تخليك معانا هنا كام يوم؟ والله انا بقول لو خليتني معاكوا هنا اصل انا حبيت المكان هنا قوي. طيب ما دام حبيت المكان معانا خدها شاويش بدوي، بس خلي المره دي بقى الخدمه 7 نجوم. والله مش عارف اودي جمال حضرتك دي فين. سلام. فؤاد باشا متشكر. سميرة هانم زوجتي يوم الخميس. أنس الوجود يا سميرة هانم، أخويا الكبير. أنا أخوك الكبير مدير تصوير كبير، من كتر حبه في التصوير فتح استوديو عندنا هنا خصيصا علشان يصورنا إحنا. ما شاء الله مليونير، ثروته كلها مصر. أهلا. ده بقى ابني فطين. عارفاه، عديه ده عديه قبل ما ازهق. شايف يا عم قله الذوق، مش قلتلك؟ معلش يا فطين استحمل. دول بقى رجالتي اللي ما اقدرش استغنى عنهم ابدا. بونبوني سكرتيري الخاص. ده ايوه موافقه عليه. اللي بعده ده بقى ستيشن، مدير اعمالي ودماغي اللي بفكر بيها. انشنتي. نفس الدماغ، عبارة عن داهية داهية بتتحرك. شكلها مصلحة جامدة قوي يا معلم. اسكت خالص، ما تنطقش ولا كلمة. ما تفكوا شوية. نايس دلوقتي ميشو، توأم فاطين ابني. بس ده عنده صفقة في ألمانيا، هيخلصها ويرجع على طول. اهلا وسهلا. اتفضلي يا سميرة هاني. اتفضلوا يا رجالة عشان نحتفل بسميرة هاني. سيكا قصدي سيد، قبل ما نحتفل احب اسمع. ما حدش فينا بيغني. تحب غنيلي كده؟ تحب اسمعي يا حبيبتي؟ احب اسمع رأي اخوك الكبير وابنك اللي ملوش لازمة ده في جوازنا وفي ارتباطنا ببعض. ما دول دول ما ما دول مش باين عليهم ولا ايه؟ دول مزقططين هيطيروا من الفرح يا حبيبتي. من فضلك يا سيد اسمعها من بقهم. اتفضل يا عمي. لا اتفضل انت يا فاطين ودي تيجي. لا لا حضرتك عمي، لا ما يصحش. اتفضل. ما تخلص منك ليه؟ بزهق بسرعه. ونعمل اختيار، نعمل زوجة. احسنت الاختيار يا سيد يا اخويا يا اخويا الصغير. فعلا يا بابا، لايقين على بعض خالص. ايه ده ايه ده ايه ده، مش انا خالص. كده يا سيكا نقدر نتجوز وانا راضيه ومطمنه على جوازتنا. امتى يا حبيبتي؟ يوم الخميس. ده انا مستنيه بفارغ الصبر. نفسي اشوفك وانت لابسه فستان الفرح بقى. يلا يا جماعة نقطع التورتة. لا عنك انت يا بابا، حضرتك روح مع عروستك الحلوة. انا عنك انت. اتفضل. شفتي ابني واخلاقه؟ انا هقطعها لك بالرقبة. جز اتفضلي يا حبيبتي. على بالك. اتفضلي. على الاقل بمالك، بس عارفه فرح كان يجنن. مبسوطه سمورتي؟ ايه سمورتي دي؟ ايه في ايه؟ بدلعك يا حبيبتي. ده اسم بلدي موت. طيب يا حبيبتي هدور على حاجه فرنجة اقولها لك. اتفضلي. على مالك على مالك على الاقل بمالك. يا ريتني كنت شلتك وانت داخله. لا مش عايزه اتشال، فستاني اتكسر. عندك حق. بقول لك ايه؟ انا ايه سرعتي في ايه؟ لا هتقلع قدامي، انا بتكسف. بتكسفي من ايه؟ ده انا جوزك. لا مش اول يوم. طيب اهدي
انا هخش اخد حمام على انت ما تجهزي وتغيري هدومك ماشي؟ الجاكيت بس ماشي؟ هتوحشيني يا والله هتوحشيني شويه دول بس دو المزاهر يلا يا اهل البيت ايه الاغنيه دي؟ ايه مالها؟ بلدي قوي. طب شوفي لي حاجه فرنجي على عش الحب. ومالك بتحدف العش كده؟ حاضر على عش الحب على عش الحب طير يا حمام على عش الحب. خطيني افتح يا عم انس. عم انس في ايه يا فاطين مالك؟ الحقني شوكو مدريد يا عم انس. ايه ماله جاي عايز يخطفني تاني؟ لا ده بعت لي واحد من رجالته بيقول لي 8 الصبح لو الفلوس ما وصلتلوش 8 و5 بالظبط الصور كلها هتتعلق في المدرسه. يا عمي انا خلاص مستقبل العلم والتدريس انتهى. طب ولا عمل ايه؟ ابوكو بيتجوز ما خدوه ما ظهرش. يعني انا استعد بقى للفضيحه ومش بعيد صاحب المدرسه يرفدني وساعتها بقى خلاص ضعت وابقى حرامي زي اخويا ميشو. ده لا يمكن يحصل ابدا وانا موجود. اطلع انت نام نام وانا مش هرجع الا لو الموضوع ده اتحل. يا عمي هتعمل ايه دلوقتي؟ ده احنا دلوقتي بقينا بعد نص الليل. ده ايه الغلب ده يا ربي؟ وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابا. لو عايزني أتوسل إليك أكتر من كده أنا موافق بس بلاش فطين. فطين ده اللي طلعت بيه من الدنيا. وبعدين المبلغ اللي انت طالبه اعتبره عندي مش عند فطين وأنا اللي هسدده. يا راجل بلاش كان فارغ بقى وقلة حي. انت عيلتك حاجة عشان تدفع 1000 جنيه. الله يسامحك. طب قول لي اخوك سيد الحاوي عنده فلوس ياما ما تنط عنده وتشفط لك كام 1000 كده وهتخلص الليلة من بدري. يعني اسرق؟ لا لست هذا الرجل. خلاص يبقى مستقبل فطين في الضياع. حرام عليك. هتستفيد ايه من ضياع مستقبل فطين؟ ده فطين بيحبك. افتكر له الحاجات الكويسه اللي عملها معاك. ده كان بيديلك كتب وعلى راسهم كتاب علم النفس والجريمه. افتكر كان عايز يصلحك. ما تاخدوش بذنب غيره. ما تاخدوش بذنب ميشو. بس كفايه. يعني حرام تاخده بذنب ميشو بس. ليه طب ميشو هو ايه طيب؟ بس ميشو. بس لا لا ميشو لا خدوه من قدامي خدوه. زهقانه الله سامعين رايحه فين؟ زهقانه من ايه بس؟ احنا معرفش زهقانه حاسه ان انا مش عارفه اخد نفسي. حاسه ان السقف قصير وطابع عليا مش عارفه اتنفس. مش عارفه تنفسي؟ بقول لو حضنتك هتعملي ايه؟ الله اجيب لك دكتور يا حبيبتي. بقول لك زهقانه تقول لي اجيب لك دكتور؟ انت ايه يا اخي مش حاسس بيا؟ يلا بينا نخرج من هنا نروح اي مكان تاني. اخرج من هنا اعمل ايه؟ انا دي النهارده ليله دخلتنا. انت مش واخده بالك ولا ايه؟ احنا عرسان جداد. ماليش دعوه غير هدومك وتعالى وديني اي حته غير المكان ده. بقول لك السقف قصير. طب سميره حبيبتي راجعي نفسك بس وليك عليا حفرفشك واروقك وهبطلك الزهق ده يجيلك خالص. ايه رايك؟ لا مش موافقه. جربي بس. لا مش موافقه. طب يلا غير هدومك. غير هدومك وديني حته تانيه. انا عايزه امشي. استني يا سميره بس ارجوكي. الناس في الاوتيل يقول عليا ايه؟ راجل خيبان لما يلاقوني نازل كده معاه. يا سميره طب الصبح اخرجي ايه؟ بقول لك ايه؟ نعم. لو ما غيرتش هدومك دلوقتي وجيت معايا هنزل عروسه لوحدي في الاوتيل وعرف الناس يتكلموا عليك كلام وحش. طيب طيب دقيقه واحده اغير هدومي واجي معاكي. حاضر. لكن سماءك ممطره وطريقك. اتفضلي يا حبيبتي. اتفضلي اتفضلي على الاقل من مهلك. ايه يا حبيبتي احسن دلوقتي؟ يعني حاسه اني نوعا ما نوعا ما ممكن ارتاح هنا. لا انت هنا هترتاحي خالص. ده احنا الليله دي هنقضي ليله من 1000 ليله وليله. ايوه كده
واحكي يا شهرزاد. قول لا مش هقول، لا مش هقول، لا مش هقول. بكره بكره. تعال. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ايه الفي اللي في وشي ده؟ معقوله؟ معقوله اول يوم في نوازي كده؟ معلش معقوله؟ معلش هتنرفز. لا 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 اوعي تزهقي، اوعي تزهقي، مش تزهقي خالص. مش برقتي انت يا شبت. انت الزبت ده شغل الليلة عيد بسرعة. انت يا زبت، انت الزبت شغل الليلة عيد بسرعة. مساء الخير يا بابا. حاضر. مساء الخير يا عروس. خير ايه؟ طبتك سميرة كانت زهقانة بس الحمد لله راقت. ايه ده؟ انت عايز تفهمني ان ده كله كده بعرضه كله هيبات معانا هنا في الشقة الليلة دي؟ ايه حضرتك يعني كله بعرضه؟ يعني ايه نص هينام هنا اول يعني ونص هينام هنا اول يا عروسة؟ يعني ما توجهليش اسئلة انا ما اعرفش. يوه انا بزهق بسرعة. لا اعملي معروف ما تزهقيه. اسكت خالص، ما تردش عليها خالص. فاهم؟ اوعى تتكلم. ايوه ما تقلقيش يا حبيبتي. أيوة. عمو انس موجود. عم انس مش موجود. بابا اكيد حضرتك مش هتسمع كلامها وتخليني انزل دلوقتي مش كده؟ بقى كده يا بابا تسمع كلامها؟ هو انت عليك الله يسامحك برضو. يا ترى انت فين يا عم انس؟ ده الغلب ده يا ربي. منك لله يا سميرة يا بنت سمير. تفضلي زهقانة كده طول عمرك، ولما تفك عليكي تبقي مخنوقة، ولما تفك عليكي اكتر تبقي متضايقة، وتفضلي كده عايشة على طول يا زهقانة يا مخنوقة يا متضايقة. ووصل الشاطر سيد لحبيبته ست الحسن والجمال، وهم راحوا متجوزين بقى جوازة معتبرة، وعاشوا في تبات ونبات، وخلفوا صبيان وبنات، وتوتا توتا فرغت الحدوتة. حلوة ولا ملتوتة؟ نوعا ما حلوة. طيب حبيبتي انت مش الحمد لله رؤيتي يعني نوعا ما حاسه ان بقيت كويسه؟ طب الحمد لله. ما تغيري بقى الفستان ده عشان نلعب عريس وعروسه. والله فكره. طب يلا بقى اطلع بره عشان اغير فستان براحتي عشان انا بكس حد غريب. غريب ايه؟ ده انا جوزك يا سمورة. انت نسيتي ولا ايه؟ ما انا عارفه يا حبيبي بس محتاج اخد عليك. اديني وقتي عشان اتعود عليك. ليه بتصربعني؟ ليه بتخليني اجري؟ بتجري تروحي فين؟ طب اديني وقتي عشان اعتاد عليك. حاضر يا حبيبي. وبعدين لو خليتني اجري كده ممكن ازهق. لا لا اوعي تزهقي لله. طب ما تزهقنيش عشان خاطري. اوعي تزهقي. طيب بس بسرعه عشان انا مستعجل شويه. حاضر. خلاص انت اللي بتضيع وقتك. لا لا انا انت اللي بتضيع وقتك. حاضر اهو. عشان خاطر بص بصراحة. الوقت بيجري منك. لا خلاص وبيفرق. انا مشيت اهو. الليل قصير. انا خلاص خلاص. طيب خلاص. الله وانت لسه خرجت عشان خلاص. خلاص الله خلاص. انت اللي بتضيع في وقتك. خلاص لسه. خلاص لسه. منصمة قوي وبتتكسف. سميرة سمرمر سمرتي. انا هدخل بقى. ايه ده سميرة؟ افتح الباب يا سمير. ايه ده؟ يا نامت ولا ايه؟ مالهم جرى قلبهم ايه؟ قولي اخي ولا قولي الناس مالهم جرى قلبهم.